دي بتسيلي نائبة برلمانية عن حزب الاتحاد الاشتراكي القوات. نشكر برنامج قضايا وآراء على الاستضافة وعلى جعل هذه القضية قضية محورية في هذا النقاش في هذه الظرفية الحساسة التي نجتازها والتي يعني تتطلب إرادة حقيقية وقوية لإصلاح تعليمي حقيقي وملموس يلمسه المواطنون. بطبيعة الحال الاتحاد الاشتراكي كان دائما يضع في صلب اهتماماته ونضالاته قضية التعليم وربطها بنضاله الديمقراطي في إرساء دولة الحق والقانون، واعتبر على أن التغيير الأساسي والتغيير المجتمعي رافعته هي التعليم، وبالتالي ساهم في كثير من الأوراش الإصلاحية وفي كثير من المناظرات الإصلاحية من موقع إيمانه العميق وفق اختياراته على أن قضية التعليم هي قضية أساسية وهي أساس النهوض الاجتماعي والثقافي والاقتصادي ببلاد. رئيس الحكومة على أن هناك فشل في السياسات الإصلاحية المتبعة منذ استقلال، هو إعلان اللي أكده صاحب الجلالة في العديد من الخطاب حول مسألة التربية والتكوين، واللي قال فيه بالحرف أنه يجب أن نخرج من منطق إصلاح الإصلاح، بمعنى أن هناك اجترار لهذه الإصلاحات التي لا تؤدي إلى نتائج ملموسة ومرجوة، وهناك انتظارات وتطلعات للمواطن في أن يجد في هذه الإصلاحات نتائج يمكن أن تتجسد على أرض الواقع في مجال التحصيل، في مجال المناهج، في مجال التمكن من اللغات. سؤال الذي يطرح، أين هو الخلل؟ أين يوجد الخلل؟ هل الخلل يوجد في مضامين الإصلاح؟ أنها لم تكن مضامين شمولية لكل مكونات المنظومة التعليمية لم تشمل كل القضايا، أم أن الخلل يوجد في المنهجية وفي المقاربة للإصلاح، أم يوجد في غياب الضمانات؟ يعني ملي كنقولوا الضمانات كنقولوا واش كانت هناك غياب ديال الإرادة السياسية، واش كان أن الحكومات التي كانت متعاقبة لم تعمل على تفعيل تلك المقتضيات الإصلاحية، علما أن الميثاق الوطني للتربية والتكوين شكل محطة أهم في صيرورة الإصلاحات المتعاقبة، يعني في عهد حكومة التنوب إن كان يعني واحد الميثاق اللي مهم جدا واللي جاب لنا مقتضيات جديدة استندت عليها الرؤية التي سوف نتحدث عنها في بعد. إذا السؤال، لماذا تعطيل الإصلاحات؟ لماذا لم يعني هذه الإصلاحات لم تحقق النتائج المرجوة؟ هل غياب الضمانات كما قلت الإرادة السياسية؟ هل غياب الضمانات المالية؟ هل غياب تعبئة ديال الموارد البشرية الأساسية اللي هما الأساتذة، اللي هما الفاعلين التربويين، اللي هما الفاعلين الاجتماعيين، اللي هما الأسر، اللي هما كل فاعل في المجال؟ بمعنى واش حنا ما عبئناش، واش ما تعبئاتش الدولة لم تعبئ والحكومات المتعاقبة لم تعبئ المجتمع بكل مكوناته للإشراك الفعلي في هذا الإصلاح وتجسيده على أرض الواقع. إذن هذا سؤال وحنا غادي نستمر. أنا من بكل تواضع كأستاذة كنقابية سابقة كإطار باحث في مجلس على التعليم وساهمنا في هذه الرؤية الاستراتيجية، أعتبر أنا طرحت سؤال جوهري، قلت لماذا فشل الإصلاحات المتعاقبة؟ لماذا المسار الإصلاحي في المغرب ما أداش النتائج المرجوة وكان مخيبا للأمل، على الرغم من أننا متفقين على التشخيصات، يعني على الاختلالات لا الوظيفية ولا الاختلالات البنيوية التي ما زالت قائمة واللي كتهم البرامج والمناهج، كتهم التحصيل الدراسي، كتهم المؤسسة التعليمية ومسألة التجهيزات ديالها إلى غير ذلك، تتهم تفاوت المجالي ما بين القرى وما بين المدن، تتهم مسألة ديال الهدر المدرسي والقطاع المدرسي الذي يؤدي كلفته بالغة لأنه كيزيد مازال في ارتفاع منسوب الأمية وكيفتح لنا مجال ديال البطالة وكيفتح مجال ديال العنف وكيفتح مجال ديال العديد من الكوارث الاجتماعية اللي كنأديو ثمنها باهظ. أنا طرحت سؤال، قلت واش كاين المشكل في منهجية الإصلاح في المقاربة للإصلاح، بمعنى أن الحكومات اللي كتجي واش هي ما كتمشيش بمنطق ديال الاستمرارية أنها تفعل ديك الإصلاحات وتكون ملزمة بتفعيلها، بان بالملموس على أنه في إطار الميثاق الوطني للتربية والتكوين، على أنه رغم أهمية هذا الميثاق فهو كذلك ذلك التوافق الذي كان فيه توافق ما بين جميع الفرقاء والمكونات السياسية ما أداش إلى أن هذا الإصلاح يعرف المسار ديالو الطبيعي في التنفيذ وفي التجزئ، وجاء البرنامج الاستعجالي، جاء البرنامج الاستعجالي اللي تعطاته موارد مالية مهمة واللي تعطاته واحد العنوان أساسي اللي هو إعطاء نفس جديد للإصلاح، علما أن ما بين 2002 و2005
كانت هناك منتديات مهمة للإصلاح، وكان هناك الكتاب الأبيض، وكان هناك لجنة للمناهج والبرامج اللي غادي تشرع في مراجعة. حيث أنا حافظ هاد المحطات بدقة، ولكن مع ذلك النتائج إلى حدود 2011 ما كانتش نتائج. إذا المشكل في التفعيل في التنزيل. المشكل كذلك، إذا المشكل واش كاين في المنهجية، واش كاين في طبيعة التصور اللي كاين هو الإصلاحي، ماشي تصور شامل وإنما تصور تجزئي، واش كاين فين كاين المشكل؟ واش كاين المشكل في أنه خاص قانون يلزم كل الأطراف ويلزم كل المكونات ويلزم كل الحكومات مهما تغير لونها السياسي. لأن هذه قضية مجتمعية ما خصناش نوظفوا فيها الخلفية الإيديولوجية. إذا أنت مع النظرية اللي تقول بأن تغيير الحقائب الوزارية أو المناصب حسب كل حزب أو كل وزير كنطرحوا تساؤلات. نعم. تماما، لأن كل وزير كيجي كيبغي يعطي واحد الاجتهاد ديالو، واحد المقاربة ديالو، واحد الرؤية ديالو في التعامل وفي التعاطي مع الإصلاح، ولكن ما تعطيش تلك النتائج. منين جات الرؤية؟ والرؤية هي في إطار مجلس على التعليم اللي تم إحداثه في 2007، وكان مطلب، هذا كان مطلب نضالي منذ الستينات والسبعينات، بمعنى أن المجلس باعتباره هيئة استشارية، هيئة اقتراحية، وبالتالي هذا المجلس هو المخول له لكي يعني يعطينا أرضيات، يعطينا تصور حول الإصلاحات التي يعني يتطلع إليها المجتمع المغربي بكل مكوناته، واللي خاص يكون فيها. وفعلا أنه في يعني في إطار النقاش ديال الرؤية احنا غادي نحاولوا ناخذ شيء أمين، وما نخلوش المواطن على أنه يغوص معنا في هذا واقع الاختلالات، وواقع لأنه واقع في الواقع مر وتم تشخيصه، وحنا عندنا الأمال أننا نمشيو للقدام في تنفيذ إصلاح يعني يحقق واحد الإجماع ديال المغاربة، ويرد الاعتبار للمدرسة المغربية، ويرد الاعتبار للأساتذة، ويرد الاعتبار للفاعلين، ويرد الاعتبار للتلميذ، لأنه حنا الرهان ديالنا في هذه البلاد هو المتعلم، لأنه هذا المتعلم اللي حنا كنأهلوه وكنهيئوه هو المستقبل. نعم. هو المستقبل. إذا أنا تنقول ما نكونش عندنا ديك النظرة السوداوية، كاين هناك مكتسبات، كانت هناك مكتسبات، يعني يجب ترصيد هذه المكتسبات. إذا المكتسبات في مجال التعميم كما كان الحال وصل 88% في مجال التعميم التندروس، إذا هذه ولكن يعني كاين عندنا الأمل. شخصيات بارزة وأسماء لامعة خرجت من المدرسة تماما، حنا ولاد المدرسة العمومية. أنا أعتز أنني ابنة المدرسة العمومية ودرست في المدرسة العمومية، ومعي تلامذتي الآن أعضاء في البرلمان، التلامذ ديالي معي أعضاء في البرلمان، أعتز بذلك، وتلامذتي في جميع المرافق العمومية وخارج المغرب. إذا حنا اللي بغينا نقولوا هذه خدمة عمومية، هذا مرفق عمومي، هذا مبدأ دستوري. الدستور نص على حق التعليم والتعلم لجميع المغاربة، وبالتالي احنا واش أمننا هذا المبدأ بما يعني بما هو مطلوب وبما يستلزم من كما قلت قبيلة من الضمانات المالية، من الضمانات البشرية، من الإشراك الفعلي للفاعلين التربويين. لأن الفاعلين شنو اللي خلى كذلك أن الإصلاحات ما نجحتش؟ لأن الفاعلين التربويين يعتبروا أنهم غير معنيين، لأنهم لم يتم بالضرورة إشراك الأسر. الأسر اليوم تنتظر منا جواب ملموس. اليوم كاين إرادة سياسية تم الإعلان عنها، إرادة سياسية في المضي قدما نحو إصلاح ملموس. إذن هذه الإرادة يجب أن تعبر عن نفسها في إجراءات، في تدابير ملموسة. احنا ما خصناش نجعلوا الشعب المغربي يكون متشائم نفسي. هو في الواقع هاد القطاع الخاص كمكون في الخارطة التعليمية ديال المغرب مش كان واحد الفهم خاطئ ليه، حيث تعتبر على أنه هو وكأنه بديل لفشل المنظومة التعليمية في أدائي. نعم. يعني الأداء ديال رغم الرسالة أنه ديالها. أخذ الإمكانيات البشرية ديال التعليم العمومي بطبيعة الحال. نعم. لأنه الوقت اللي احنا ضيعنا الفرص ديال أننا نقضوا المدرسة العمومية ونعيدوا لها الاعتبار ونعيدوا لها الأدوار ديالها والوظائف ديالها ونرقاو بالتعلمات وبالاكتساب بالنسبة للمتعلمين، ونعطيو أدوار فاعلة للمدرسين ولهذه المدرسة ولفضاءاتها وللحياة المدرسية. في هذا الوقت احنا ضاعت الفرصة في إطار هذا التعاقب الإصلاحات اللي ما عطاتش النتائج، وبالتالي هنا تنامى التعليم الخاص خاصة في الحواضر، ما كاينش في القرى، يعني تنامى ولا كيظهر للمواطنين وكأنه هو البديل للتعليم العمومي، في حين أن التعليم الخاص من خلال أنه اعتباره شريك
للتعليم العمومي هاد الشراكة ما تقعدتش ما تمأساتش ما تمأساش، وبالتالي كانت عنده فرصة للتعليم الخاص على أنه أولا يعتمد على الموارد البشرية للتعليم العمومي، بحيث أن الساعات اللي كيقوم بها الأساتذة داخل التعليم الخاص ساهمت في أنه يعني يبان وكأنه هو التعليم الذي يضمن الجودة على مستوى التعلمات وعلى مستوى التحصيل، ما يعني النتائج ليست كذلك. إذا فهاد الشراكة كيخصها تقنن. ثانيا أنه تعطاتو امتيازات كثيرة للتعليم الخاص في عدم أداء الضريبة، إذا وهذا خلى على أن التعليم الخاص أنه يكون يعني عنده واحد الموقع، وبالتالي يكون في نظر المواطنين على أنه هو التعليم الذي، والناس تنفق الكثير. هناك أسر معوزة يعني تقدم الغالي والنفيس باش أنها تعلم أولادها في التعليم الخاص لأنها تعتبر أنه هو البديل للتعليم العمومي، ولكن التعليم العمومي ما زال في حاجة إلى إصلاح حقيقي، وما زال لكي نستعيد ثقة المواطنين وثقة المجتمع في المدرسة العمومية وفي أدوارها وفي الآن. كنقولوا بأن هناك اختلالات عميقة، هناك إرادة للإصلاح، والأولوية يجب أن تعطى للقضاء على هذه الاختلالات وتوقيف هذا النزيف وإعادة الاعتبار للمدرسة وإعادة ثقة المواطنين في المدرسة. لأن سهل أننا نديروا خطاب عدمي ونضربوا كل شيء ونقولوا ما كاين والو، وبالتالي هذا المواطن فين غادي يمشي؟ إلا ما كناش حنا من كل واحد من موقعه، لا السياسي ولا النقابي ولا الفاعل الجمعوي ولا يعني كل واحد من موقعه خصو يساهم في هذا الورش الإصلاحي الكبير ويعطي واحد باب الأمل. حنا كاتحاد اشتراكي حنا كنا دائما في عمق النضال الاجتماعي وفي عمق النضال من أجل تعليم ديمقراطي، تعليم شعبي ديمقراطي يعني يستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنين. إذن هذا وبالتالي كنا دائما كنعتبروا على أنه حق دستوري، وبالتالي مسألة المجانية هي مسألة كانت مفروغ منها لأن إجبارية التعليم وإلزاميته هي مسألة أساسية. السؤال اللي كيتطرح هو أنه عندما يعني كنت زايدو في مسألة الرؤية الاستراتيجية والمجلس على التعليم فيه كاع الهيئات السياسية وفيه الهيئات النقابية وما فيهش الاتحاد الاشتراكي يمثل، باش نكونوا واضحين، فيه النقابة الوطنية للتعليم العالي هي اللي كاينة، وكل هالهيئات السياسية هي ساهمت في هذا الورش ديال الرؤية الاستراتيجية، وحزبنا ساهم بمذكرة إصلاحية مهمة ونوعية لأكدنا فيها على أنه يجب أن يرفق هذا المشروع الإصلاحي قانون إطار مدونة وقانون إطار يلزم كل الحكومات. هذه مسألة اعتبرنا احنا أساسية لكي لا نهدر الزمن ولكي لا نهدر الإصلاحات ولكي نعيد الثقة للمجتمع في هذه الإصلاحات. إذن اليوم كاينة واحد الرؤية استراتيجية للحكومة في إطار التصريح ديالها، يعني التصريح ديالها المتعلق بالتربية والتكوين جابت العديد من الرافعات ديالها في إطار مدرسة الإنصاف والجودة، مدرسة الـ يعني الـ الـ الارتقاء بالفرد والمجتمع، والرؤية جابت 23 رافعة اللي منها مسألة الحكمة. هذه المسألة ديال 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 تمويل تكلفة الإصلاح جات في إطار تنويع مصادر التمويل، تنويع مصادر التمويل، وأكدت في هذا الإطار على أنه مسألة الإلزامية مسألة مضمونة، وبالتالي هذه من الخيارات الأساسية للدولة ولها سند في الدستور. لا غير باش نكمل السي العدوي، مسألة تنويع المصادر هذه مسألة ديال الرسوم تتحتل المرتبة الخامسة من بعد الجماعات الترابية اللي خصها تساهم. مفروض على الجماعات الترابية أن تساهم في تمويل المنظومة وفي تمويل المدرسة وتجعل المدرسة العمومية في قلب اهتماماتها، لأن خصها دير هذه القضية. هذه كاينة كاع في الدول اللي كتعطي قيمة واعتبار للشأن التعليمي. إيطاليا راه كانت عندها أزمة واليونان عندهم أزمة، ولكن الشأن التعليمي دائما تيبقى عنده واحد الموقع لأنه قضية مصيرية مجتمعية. كاينة الجماعات، كاين القطاع الخاص، كاين الفاعلين، عاد كتجي ديك الرسوم. كيفاش كاين صندوق اللي خصو يكون. إذن الشروط اللي كتطلب اللي نطلبوا حنا، شنو هي الشروط باش تفعل؟ حنا بغينا نوضعوا القاطرة على السكة في الإصلاح، ما يمكنش نبقاو مربعين يدينا وكنديروا كنقولوا ويل للمصلين. لا، إذن الشروط اللي مطلوبة في هذا الإطار هي أن تضمن هذه الرؤية، أن تفعل هذه الرؤية، ولكن على أساس ضمان الجودة الحقيقية. نعم، على ارتقاء التعلمات، لأن نهار المجتمع نهار المواطنين غيعرفوا بأن المدرسة العمومية عندها
كتقوم بالدور ديالها، وان هذا الطفل كنامنوا ليه، كنامنوا ليه استدامه ديال التعليم والتعلم وما تيخرجش وما كينقطعش، وان كنضمنوا ليه الاندماج الاجتماعي في سوق الشغل. نهار غيتيقول المغاربه في هذا الشيء هما غادي يضحيوا وغادي يقولوا حنا خصنا نساهموا في هذه المدرسه. ذكرتي كلمه مهمه، الموضوع يعني يثير العديد من المواقف، وحنا مواقفنا دائما ثابته من قضيه التعليم ومن قضيه الاصلاح ديالو، مواقفنا مبدئيه لانها كما قلت هي في اختياراتنا وفي توجهاتنا، لاننا نريد تعليما ديمقراطي لجميع المغاربه على قاعده التكافؤ الفرص والانصاف للجميع افرادا وجماعات ومناطق، يعني هذا هو تصورنا الشمولي. المطلوب هو رؤيه استراتيجيه يجب أن تجسد هذه المبادئ وهذه التدابير وهذه الرؤية، ولكن المطلوب أن تتحول هذه الرؤية الاستراتيجية إلى مقتضيات قانونية ملزمة، وأن تحافظ للمواطنين أن يعني أنها المواطن المغربي هو في مستوى يعني كيستحق واحد المنظومة تربوية تعليمية راقية تضمن الجودة وتضمن تكافؤ الفرص وترقى بالتعلمات وبالتحصيل الدراسي واكتساب المتعلمين.